السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات القرعة الأمريكية. فبداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل المتتبعين والمتتبعات على يعني إخلاصهم لقناتنا ولتعليقاتكم الجميلة والمحفزة والمشجعة، واعتذاري الشديد لمن لم أجبه على التعليقات على اليوتيوب، ورجاء يعني تقبلوا يعني الظروف العمل والظروف الشخصية والفرق الزمني إلى غير ذلك. فأقوم والله العظيم يعني وقت متأخر من الليل وأجيب على الميسنجر وبعض التعليقات على الفيسبوك، ولكن في اليوتيوب يعني قليلا ما أدخل لكي أجيب على التعليقات. هذا من جهة. من جهة ثانية، المرجو مشاهدة الفيديو من الأول إلى الأخير، لأن هناك معلومات جد مهمة يجب معرفتها، سواء للفائزين 2021 أو 2022 أو لما لا 2022 المقبلين. يعني الفيديو سوف يبقى مسجلا، ولكن المعلومة يعني تكون يعني دائما هناك جديد. عفوا. إذا في هذه الحلقة سوف يعني أعطيكم نموذجين لفائزتين قاموا باجتياز المقابلة يوم البارحة، واجتازوا المقابلة الحمد لله بنجاح، وحصلوا على تأشيرة المرور إلى أمريكا. وفي الجهة الثانية سوف أجيب على بعض الأسئلة التي هي أسئلة متكررة نوعا ما، ولكن أسئلة في محلها، فسوف أجيب عليها قدر الإمكان، وتكون يعني فائدة يعني للجميع إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذا مع أول فائزة قامت باجتياز المقابلة، سوف أترك لكم يعني الفيديوهات لتسمعوا، ولك مني كل التقدير والاحترام يا أختي، فمبروك عليك ومبروك للأشخاص الآخرين، وإن شاء الله أتمنى التوفيق للأشخاص الذين هم بصدد اجتياز المقابلة في الأسابيع المقبلة إن شاء الله في جميع أنحاء العالم بدون استثناء. إذا سأترك لكم الفيديوهات. سلام أخ كمال، أول حاجة شكرا لك على المجهودات وشكرا على المعلومات اللي كنتي كتقدم لينا. بيرسونيلمون استفدت بزاف من لي فيديو ديالك. بالنسبة للتجربة ديالي في يوم المقابلة، أول حاجة كتكون شاد النوبة في قدام القنصلية، منين كيفصل الدور ديالك كيقلبك سوكيغيتي، كيطلب منك الباسبور مع الورقة ديال الموعد، ولا عندك شي ساكادو أو لا عندك ساك، المهم كتحطو في واحد بحال البانيي كيقلبوه، تمن الملف ديال الوثائق كيقلبوه من بعد، وكيدوز عليك واحد لاباراي صافي تيقول لك سير. منين كتدخل القنصلية لا ميم شوز، كيعاودو يقلبوك كيقول لك حط الباجاج ديالك في واحد البانيي، سوا اي حاجه عندك فيها الميتال، مكانه، الصمتة، البورتابل، صافي. وكيعطيك واحد النيميرو كيخليوك تاخذ غير الدوسي ديال غير داك الملف اللي جايب معاك فيه الوثائق، وكيعطيك واحد النيميرو منين تخرج باش تعطيه لهم وتعاود تاخذ هذاك الشيء ديالك، بورتابل اولا شنو خليتي. صافي. كتدخل البلاصه ديال المقابله، تما كدوز ثلاثه ديال المراحل. فاش كتدخل البلاصه ديال المقابله كدوز من ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى كتمشي لواحد الكيشي كتخلص لي فري ديال الفيزا 3218 درهم، كيعطيوك واحد الغوسي وكتاخد النوبه. من بعد كيعاودو يعيطوك لواحد كيشي اخر، كتمشي كتعطي هذاك الغوسي باش خلصتي الفيزا والباسبور والوثائق، عقد الازدياد، شهادة العزوبة، حسن السيرة، سجل العدلي، والباك، وتصويرة. جيسبيغ ما نكونش نسيت شي حاجة اخرى. مهم وثائق اللي موالفين تيطلبو ديما. غير بالنسبة للتصويرة ردوها ليا، واسكانوها اولا شنو مهم ردوها ليا من بعد. نعم صافي. هذه المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة هي اللي كدوز فيها المقابلة. مهم بعد المرحلة الثانية كتشد النوبة حتى كتشوف اش من كيشي غادي يعيطوا لك فيه، كتسمع سميتك صافي. تما فين كيبداو الاسئله. بالنسبه للمرحله الثالثه وهي المرحله الاخرى اللي كيدوز فيها الواحد المقابله، بون كي كل واحد شاد النوبه ديالو حتى كيسمع السميه ديالو في شي كيشي. من بعد فاش
كتسمع اولا كتسمعي سميتك وتمشي لهذاك الكيشي كتلقاي سوا ضابط الهجره اولا ضابطه الهجره. بالنسبه للاسئله اللي طرحت عليا كانت هي فوقاش خديت الباك، اشنو درت مورا الباك، واش مزوجه او عازبه، اشنو كندير حاليا، اين ولايه غنمشي، علاش بغيتي تمشي لامريكا، اشنو غندير الا مشيت لامريكا، اشنو غندير فاش نمشي لامريكا بليطو، فين تعرفت على المستضيف، واش غادي نعيش مع المستضيف فاش نمشي لامريكا، واش نفس العنوان اللي تسجلت فيه في الدي اس، نفس العنوان اللي درت في الدي اس هو نفس العنوان اللي غادي نمشي ليه فاش نمشي لامريكا. صافي من بعد فاش كتسمع واحد جوج كلمات فيزا مقبوله كتنزل عليك واحد الراحه. كنتمنى اي وحده غدوز المقابله ولا اي واحد غيدوز المقابله كنتمنى ياخذ فيزا مقبوله، والله يفرح الجميع والله يعاون الجميع. واحد النقطه كنت غنساها، بالنسبه لي ديبلوم لي عندي من بعد الباك ما طلبوهمش ليا نهائيا، اكتفوا غير بالسؤال اوغالمون اشنو درتي من بعد الباك صافي، ما قالوش ليا دلي بشي ديبلوم قريتيه او لا شي حاجه بحال هكا صافي. وبالنسبه للفحص الطبي كتمشي عند الطبيب كيعبر لك الطول، كيعبر لك الشوف او النظر، كيسولك واش فايت داز فيك شي مرض، مهم اسئله مجرد اسئله روتينيه وصافي، واش كتاخذ شي دواء، واش عمرك داويتي على فقر الدم، واش اسئله بحال هكذا صافي. من بعد كتمشي عند لي سكرتير كيعطيوك جوج ديال الاظريفه، الظرف الاول ديال التحليلات والظرف الثاني ديال الراديو. بالنسبه للتحليلات راه المهم العنوان راه كيكون كاع العناوين سوا ديال اللابوراتوار او الراديو راه كاين في الاظريفه. بالنسبه للسونتر ديال الراديولوجي دونفا كاين في المعارف اونفا سيتي كلوب، وبالنسبه للمختبر بدر كاين في بورغون. هادشي اللي كاين بالنسبه للمختبر ديال التحاليل، من الاحسن تسولوهم واش الريزلت غيديوها هما الطبيب اولا خاص. بالنسبه للتحاليل من الاحسن الواحد يسول في لابوراتوار واش فاش كتخرج الريزلت كيخصو يرجع، خاص الواحد يرجع ياخذ الريزلت اولا هما هادوك اللي في لابوراتوار كيتكلفوا كيديو الريزلت للطبيب. وبالنسبه للتحاليل كيخلص الواحد 900 درهم للشخص، وبالنسبه للغاديو الواحد كيخصو يخلص 220 درهم صافي. كيكون الطبيب داير معاك الوقيته فاش ترجع لعندو وتجيب ليه لغاديو اولا الريزلت ديال التحاليل، الا ما كانوش هذوك لي في لابوراتوار هما اللي غيديوها، هما اللي غيديو الريزلت للطبيب. من بعد فاش كتمشي عند الطبيب كيعطيك تشري واحد جوج ديال لي فاكسان، كتمشي عند الطبيب كيدق لك هذوك لي فاكسان، من بعد كيعطيك واحد الملف كيقول لك ما تحلوش ديه معاك القنصليه صافي، وكيعطيك واحد لافيش اخرى ومعها واحد السي دي كيقول لك هادو ان شاء الله منين تبغي تسافر صافي. هادشي اللي كاين، والله يوفق الجميع والله يفرح الجميع يا ربي. اذا اخواني اخواتي كما لاحظتوا هذا نموذج اول لاخت، فمبروك عليك اختي وبالتوفيق للباقيين ان شاء الله الرحمن الرحيم. مجرد واحد يعني شرح لبعض النقاط هضرت عليهم بالنسبه للصور، راه كتديو معكم الصور وفعلا راه كيسكانيو، ربما كياخذوا لكم غير تصويره وحده كيردوها لكم ولا يردوها لكم بجوج، لان غير كيسكانيوهم باش غيطبعوا لكم في الفيزا. الا كانوا غيعطيوكم فيزا مقبوله هي اللي كتطبع لكم في الفيزا، داك الفيزا اللي غتجيكم في الباسبور هي اللي كتطبع لكم في الفيزا. يعني ربما راه انا شخصيا رضاهم لي بجوج، يعني عطيتهم لهم بجوج، مشى فاش دا الملف واش سكانها، غالبا سكانها حيت شفتو سكانها ورضهم ليا بجوج، ما خداش التصاور. هذا من جهه. من جهه ثانيه النتائج ديال التحاليل الطبيه، انا شخصيا كنفضل ما تخليوش هما يصيفطوا للطبيب، لان يقدروا يتعطلوا، يقدروا انت فهمتي الوقت ماشي في صالحك سيرتو في هذه الظرفيه هذه،
سير غير يعطيكم داك الطبيب يعطيكم داك جوج الاضرفه تمشيو دوزو تحاليل والراديو، سيروا سبقوا من التحاليل هما الاولى باش من التحاليل من طريقك غدوز الفحص الراديو ديال الصدر، كدير الراديو ديال الصدر صافي كيقول لك ها الوقيته معاش ترجع عند الراديو الصدر، ها الوقيته وقتها ترجع للتحاليل، سير ديك الساعه ضرب دويره تشرب شي قهوه ولا ضرب دويره وداك الشيء غير ترجع دوز على الراديو الصدر ودوز على التحاليل جيبهم معك. انا نصيحتي انه سير انت جيب تحاليل بيدك باش ديهم للطبيب، باش كتطرق المسمار ديال الملف الطبي نادي كنادي كتهز معاك الملف وتديه للقنصليه. ونزيد نشير على القضيه، انا قلت لكم الملف الطبي حاليا ما بقاش تمشي تديه الاراميكس غير يعطيه لك الطبيب، راه الطبيب اصلا لان القنصليه راه تواصلت مع الاطباء المحلفين قالت لهم مع الظرفيه وهذا الزحام اللي كاين حبذا لو الناس اللي اخذوا الملف الطبي يجيبوه هنا من الاثنين الى الجمعه على الساعه من الساعه الثالثه الى الرابعه مساء. اوكي الاخوان، نتمنى تكون هذا القضيه مفهوم. وعلى ذكر الطبيب كيعطيكم واحد شي اوراق واحد لافيش وواحد السي دي، هذا كيقول لك ربما هنا يقدروا يطلبوه لكم في المطار، فعدد كبير ديال الاشخاص كنعرفهم منهم حتى انا صراحه ما طلبوه ليش في المطار، واخا جبتو معايا ما طلبوه ليش في المطار نهائيا، راه مازال عندي داك السي دي وداك لافيش راه مازال عندي حاليا. شنو اخر؟ غندوزو دابا النموذج الاخر ديال الاخت، وهذه الاخت هذه صراحه كان يعني عندها واحد الظرفيه، ان الاب ديالها توفى، ف عزاؤنا واحد ولله ما اعطى ولله ما اخذ وانا لله وانه اليه راجعون. يعني جاتها مع الظرف غدوز المقابله وباها توفى وباها كان الحلم ديالو انها تمشي لهنا لامريكا وكتهضر معايا ومفقوسه مسكينه، وانا كنحاول نحفزها ونشجعها غير صبري غير ان شاء الله غدوزي المقابله غير توكلي على الله حزمي راسك الى غير ذلك، والحمد لله مشات دوزات المقابله والحمد لله خدات الفيزا، فلك مني كل التقدير والاحترام لانك فعلا تشجعتي وقويتي نفسك، لان في هذه الظرفيه صعيب وصعيب وصعيب انك تكوني بنت وغيت توفى باباك وجاتك معاها الظروف، يعني كما كنقولوا ظروف شرب كام الاخر وباش دوز المقابله في هذه الظروف، يعني شيء صراحه صعيب جدا. فصراحة يعني لك مني كل التقدير والاحترام يا أختي، ومبروك عليك والحمد لله، وربي يعني بحال اللي سمع الدعاء ديالك، وان شاء الله انت حققتي الامنيه ديال الاب ديالك. فما نطولش عليكم، نخليكم مع السيده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخويا عبد الحميد كمال، كيف الحال؟ كيف حال الاسره الطيبه؟ ارجو من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اعتذر، انت كتعرف الظروف اللي كنمر بها هاد الايام، ولكن اللهم الاعتراض الحمد لله وفاة الوالد ديالي الله يرحمه ويوسع عليه يا ربي. وكنشكرك بداية على كل المجهودات كل النصائح كل التوجيهات اللي كتقدمها لينا، ما بخلتيش علينا نهائيا، دائما كتعطينا الامل اللي ما كتبشرنا، الله يبشرك بالخير يا رب العالمين. المهم اخي كريم، انا من الناس اللي جاهم الموعد واحد الفتره جد وجيزه، يعني السيمانه عيطوا ليا يعني سيمانه، في ظرف سيمانه ندوز مقابله كانت يعني كما كنقول صعب اكثر من الصعب مما تتخيل. كان عندي الوفاة الاب ديالي والوراق خرجوا لي وهذا الحلم ديالو الله يرحمه خصني نحققه. جريت الحمد لله، الاب ديالي خلالي كل شيء مواجد، خلالي الناس اللي وقفوا معايا في الامن في الجندار في الوراق كل شيء الحمد لله تيسر لي، اللهم لك الحمد. المقابلة دوزتها نهار الجمعة نهار 3 تسعود، يعني نهار الجمعة والبارح الأمور كانت بخير وعلى خير. أنا شان نقول لك لأن ما بقاليش شي حاجة زعما كنت إذا نعتذر إخواني عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتنا. إذا نكملوا على النموذج ديال الأخت اللي دوزت المقابلة. اخي كريم، انا من الناس اللي جاهم الموعد واحد الفتره جد وجيزه، يعني السيمانه عيطوا ليا يعني سيمانه، في ظرف سيمانه ندوز مقابله كانت يعني كما كنقول صعب اكثر من الصعب مما تتخيل. كان عندي الوفاة الاب ديالي والوراق خرجوا لي وهذا الحلم ديالو الله يرحمه خصني نحققه. جريت الحمد لله، الاب ديالي خلالي كل شيء مواجد، خلالي الناس اللي وقفوا معايا في الامن في الجندار في الوراق كل شيء الحمد لله تيسر لي اللهم لك الحمد. المقابله دوزتها نهار الجمعه نهار 3 تسعود، يعني
نهار الجمعة والبارح الأمور كانت بخير وعلى خير. أنا شان نقول لك، لأن ما بقاليش شي حاجة، زعما كنت مرفوعة يعني، الله اللي عالم عليا، ولكن الأمور جات دازت جد مبسطة. ولكن لا بأس أننا ما ندخلوش إنسان خصو، المسلم خصو يساعد أخ المسلم ديالو. اللي بغيت نقول لك أخويا، وتقول للناس اللي إن شاء الله راهم مقبلين على المقابلة، الأمور جد طيبة، كل شيء بسيط، ما ياخدوش الأمور بواحد الجبل ديال الهم ولا واحد صعيب. زائد أنا من الناس اللي دوزوا المقابلة، عاد إن شاء الله عندي الطبيب، ما كاينش مشكل. تقريبا كانوا شي 4 قدامي بحال الحالة ديالي، فإذا ما كاينش مشكل، هما راه عارفين كل شيء. دوزوا، علاش سولتني؟ هذا غادي نقول لك أخويا، دوزت عند السيدة وين دوزت إجراءات إلى آخره، وصلت المقابلة دوزت بالعربية، وخا في البداية تكلمت معاها بشوية بالإنجليزية ومع السيدة القنصلة اللي دوزت معاها. أول حاجة سولتني الحالة العائلية ديالي، سولتني على التخصص ديالي في الجامعة، شنو كنخدمو من بعد بحكم أنا كنت دايرة القضاء والتوثيق، شنو دايرين، شنو هذا إلى آخره. عجبها كلشي الأجوبة ديالي. سولتني شنو بغيت ندير في أمريكا، سولتني على نوع العلاقة بيني وبين المستضيف، وشكرتني وقالت لي عم سوري بخصوص الأب ديالي، وكانت طيبة. قلت لي كلشي عندك مزيان، حاولي غير تسرعي بالميل في الطبي، جيبيه الأرامكس وهادشي اللي كاين أخويا، والله ما لا سهل إلا ما جعلته سهلا، الله يسهل على الجميع. إذن كان إخواني هذا نموذج ثاني لأخت اجتازت المقابلة رغم يعني ظروفها الصعبة التي كانت تجتاز منها، ولكن الحمد لله يعني النتيجة كانت أفضل وكانت محمودة الحمد لله. دابا في يعني سوف أتحدث عن بعض الأسئلة الواردة واللي هي يعني متداولة نوعا ما، وذلك بخصوص لا دي في 2021 ولا دي في 2022. بالنسبة للدي في 2021، الأغلبية ديال الأسئلة كيسولني أخويا واش دابا هاد الناس اللي توصلوا برسالة الكونفيرميشن وهو رسالة تأكيد سيجتازون المقابلة مع يعني أولئك الذين يعني أرقامهم صدرت في النشرة الأولى أو النشرة الثانية أو إلى غير ذلك. فإخواني أخواتي، لازلنا ننتظر المواعيد 2022، ياك؟ إذا لازلنا لم نعرف كيف تصير وكيف هي مواعيد 2022، هذا من جهة. من جهة ثانية، ذوي الأرقام الكبيرة والذين توصلوا برسالة الكونفيرميشن، عادة وكما يعني هو معروف في القرعة الأمريكية، دائما ينتظرون حتى يصدر رقمهم في أو يطلع رقمهم في النشرة يعني التي ستخرج كل شهر، وبذلك سوف يصلهم الموعد. في حالة عند آخر نشرة أو ما قبل يعني الثلاث نشرات، عندما تصل النشرة إلى كورنت، عندما يعني موضوع كورنت هو الذي يعني في هذه الحالة يتم دمج ذوي الأرقام الكبيرة والصغيرة وكاع الأخوان الذين يعني توصلوا برسالة الكونفيرميشن، كما هو الحال كما وقع بالنسبة لدي في 2021 هذا العام. يعني عندما طلعت النشرة يعني كورنت، فكل من توصل برسالة الكونفيرميشن يعني سواء أرقام صغيرة أو كبيرة أو متوسطة اجتازوا المقابلة. أما بالنسبة لدي في 2022 سوف ننتظر كيف سوف تتم المقابلات في النشرات الأولى، وغالبا سوف تتم حسب الكيز نمبر وحسب الأرقام الواردة في النشرة الأولى والثانية والثالثة. هذا من جهة. من جهة ثانية ونقطة أخرى، إن هاد الناس اللي عندهم أرقام كبيرة وتوصلوا برسالة الكونفيرميشن عليهم بالانتظار، يعني الميف ديالهم جاهز للمقابلة، عليهم بالانتظار عندما يصدر أو يطلع الرقم ديالهم في النشرة، ذلك يعني أنهم سوف يتوصلون بالموعد. أما ذوي الأرقام الصغيرة والذين توصلوا برسالة تأكيد فإن شاء الله سوف يصلهم الموعد. هناك أمر آخر، هناك أمر آخر، إخواني يسألونني هل ممكن رسالة التأكيد أو الكونفيرميشن تصلك بدون توصل بإيميل إرسال الوثائق؟ الجواب نعم، فهناك أشخاص وكما جرت العادة في السنوات الماضية عدد كبير جدا ممن يعني أرسل الدائس وأرسل الوثائق مبكرا توصل برسالة تأكيد مباشرة بدون إرسال الوثائق. ونفس الشيء هذا العام 2022 تواصلت مع أشخاص يعني توصلوا برسالة الكونفيرميشن بدون إرسال توصل بإيميل إرسال الوثائق.
ما هذا من جهة ثانية. أسئلة أخرى هي أسئلة الرفض في المقابلة، أو أسئلة التي يجب تفاديها، تفادي الإجراء الإداري يوم المقابلة. فيعني سوف أعطي نموذج لبعض الأسئلة، يعني توخي الحذر، يجب توخي الحذر منها، ولكن يعني لا يمكن الجزم أو قول يعني بصفة عامة، نظرا لكل شخص لديه حالته يعني الخاصة به. ما يمكنش نعمه، لا يمكن تعميم يعني نفس الأسئلة على نفس الأشخاص جميعا. فأول حاجة تفادي الكذب، الكذب ثم الكذب. إذن علاش قلنا لكم داكشي اللي كتعمر في الدي اس خصو يكون هو اللي غيكون واقعي، يعني عندك لا في الوثائق لا في الاسم لا في الى غير ذلك. اول حاجه يعني تفادي الكذب. ثاني حاجه يعني غتجيب جمع جميع الاوراق التي يمكن اصطحابها الى المقابله، يعني ما تنساش حتى شي وثيقه ضروري تدي معاك الوثائق يوم المقابله. ثاني حاجه ما يكونش تزوير في الوثائق. ثالث حاجه ما يكونش تزوير في الوثائق. كاين الناس اللي كيزولوا البكالوريا، كاين اللي كيشري البكالوريا، كاين اللي كيدير بزاف ديال الحوايج في سبيل انه صحاب له راه بالفلوس غيدير كل شيء. هذه راه كتعامل مع قنصليه امريكيه، وما ادراك ما امريكا. ثالث حاجه هي ما يكونش عندك شي مشكل لا قدر الله في الدوله اللي انت فيها. المشكل شنو هو؟ هو دخلتي الحبس ولا على شي منتف يعني كان عندك ودخلتي الحبس، ولا كان عندك شي مشكل مع الامن ديال الدوله اللي انت مقيم فيها، فهذا بالتالي اما يعطيوك الرفض ولا غالبا كيكون الرفض ولا الاجراء الاداري. رابع حاجه هو من الناس المتزوجون او المتزوجين بعد القرعه الامريكيه، فهنا يعني كل واحد الحاله ديالو. انا علاش كنركز بالنسبه لهاد الناس هادو لهاد الفئه اللي كيتزوجوا من بعد القرعه الامريكيه؟ يعني الا كانوا عندكم الدلائل والحجج والبراهين ان هذاك الزواج حقيقي فلا باس به، يعني راك محمود، راه واخا حتى الا عطاوك اجراء اداري راه يقدروا غير يتاكدوا بان داك الشيء حقيقي، وراه من بعد غترجع ايشيد يعني فيزا مقبوله. اما الاخوه اللي تزوجوا غامروا وتزوجوا لا في المغرب لا في دول جميع الدول في سبيل انهم يعني باش يدي بنت خالته ولا بنت عمته ولا صاحبته ولا كذا 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 كذا، راه يتحمل المسؤوليه ديالو. ما عندوش الحجج. شنو هما هاد الحجج؟ هما يكون عندكم تصور ديال قبال قبل ما تزوجتوا، يعني وانتم راكم عارفين ما كانش دابا في هذا الوقت هذا ما عندوش تصور اصلا. العالم الرياضي كل شيء كيتصاحب عاد كيتزوج، تا كيدوز معاها مده ديال عام ولا عامين عاد كيتزوج بها. هذا الا ما المهم خبار في راسكم. ثاني حاجه المكالمات، زعما الميساجات، التصاور ديال العرس، تصاور ديال الخطوبه، عقد يكون عقد الزواج، تكونوا العائلات متعارفين بعضياتهم، العائلة الزوج كتعرف العائلة الزوجة والعائلة الزوجة كتعرف العائلة الزوج، لأن كيسولوكم هذا الشيء. تكون الزوجة عارفة الدار ديال الزوج ديالها، غيسولوه واش ساكن معاها ولا ساكن مع والديك، يعني شي أسئلة تعجيزية. غتكون عارفة وقتاش عرفتيها، نهار فاش تعرفتي على ذاك السيدة، غيقولوك شنو كانت لابسة نهار فاش تعرفتي على ذاك السيدة، غيقولوك واش ساكنة معاك في الدار، واش كتعرفي دارو، شحال من البيت في دارو، شنو كيبغي شنو ما كيبغيش، يعني راه بزاف الأسئلة. المهم الناس ديال اللي تجوزوا بعد القرعة، حاولوا ضبطوا الشغل ديالكم. هذه هي الامور اللي نقدر نقول لكم في هذا الفيديو هذا. نقطة أخرى الله يجزيكم بخير، هناك أشخاص ذوي الأسماء المركبة بحالي أنا دابا، الاسم ديالي مركب، يعني مركب يعني قدر سميتي تكون كنية وقدر كنيتي تكون سمية. بحال أنا كمال عبد الحميد، كاين اللي كمال كيديرها اسم شخصي، وكاين اللي كيديرها اسم عائلي. بالتالي كاين شي اشخاص نهار الاول سجلوا قلبوا الاسماء، قلب الاسم العائلي حطوا اسم شخصي، واسم شخصي حطوا اسم عائلي. كاين اللي هو اللي قلب هذا الشيء دار هذا الخطا، وكاين اللي عطى لواحد شخص اخر يسجل ليه وقلب ليه هذه الاسماء. بالتالي لقى راسو نجح في القرعه الامريكيه. بالتالي شنو المشكل؟ ان هذاك الكيز نمبر دابا اللي تعطى ليه مثلا 2022 اف مثلا غنعطيه انا شي 90000 وشي حاجه. دابا هاد 90000 وشي حاجه تعطات لذاك الرقم اللي باش داك الاسم والنسب اللي باش تسجلتي نهار الاول. يعني كتبتي كمال عبد الحميد، كمال هي الكنيه وعبد الحميد هي سميه، هاد الكيز نمبر تعطى لهاد الاسم هذا. وبالتالي كيسولون الاخوان دابا شنو غادي ندير. فبالتالي الا عمرتي الدي اس بالاسم الحقيقي الشخصي الحقيقي وبالاسم العائلي الحقيقي، فبالتالي غير كيجيو هنا في كنتاكي يطابيو الكيز نمبر، ما غاديش يخرج لهم داكشي اللي كتبتيه في الدي اس حقيقي، غير يخرج لهم بهذاك اللي باش سجلتي نهار الاول. فهنا في هذه الحاله انا متفق معاك،
كتب عمر الدائس بداكشي اللي هو حقيقي، ولكن ضروري غتصيفط ايميل استفساري وغتشرح لهم بالديتاي كيفاش وقع لك التسجيلتي نهار الاول بهذا الاسم مقلوب، باش هما ديك الساعه يحاولوا يريكتيفيوه باش يعرفوا شنو كاين. اما الا صيفطتي غير الدائس باسم حقيقي وخليتيه هكاك، كون اكيد راه غيبداو يطابيو، غيلقاو داك السميه اللي باش سجلتي نهار الاول، ماشي باش اللي كتبتي في الدائس. فهنا ضروري عمر الدائس بالمعلومات الصحيحه، ولكن ارسل لهم غير ترسل دي اس، غترسل لهم داك الرساله على شكل بي دي اف، كتشرح لهم اون ديتاي علاش قلبتي السميه والكنيه نهار الاول، وشنو هو السبب، وعلاش هم الناس، وتقول لهم ها سميتي الاسم الشخصي ديالي، وها الاسم العائلي ديالي، جزاكم الله خير، يعني كان خطا، حاولوا تصحوا ليا هاد المسائل هادو. فهذا يعني مشكل كبير وبزاف الناس ما كينتبهوا ليش، وهذا راجع ديال عاود نقولها ان الناس كيعطيو لواحد اخر يعمر ليهم، وداك الشخص كتكون الغايه ديالو غير ماديه، غير يعني بيزنس، ما غرضوش انه تنجح ولا ما تنجحش، ولا هو ما سوقش في داك الشيء كاع، وبالتالي كيدير اللي جاتو على بالو كيديرها، ماشي يتشاور معاك يقول لك خويا شنو هو الاسم العائلي ديالك، شنو هو الاسم الشخصي الى غير ذلك. واخا في لاكارت ناسيونال دابا الاغلبيه في داك لاكارت ناسيونال الجديده راه لا يعرفون، لا سيرتو في المغرب راه ما كاين اللي ما كيفرقش شنو هو الاسم العائلي والاسم الشخصي، يعني لان ما مكتوبش تما ها الاسم العائلي وها الاسم، كيكتبوا السميه ما غاديش يعرف، وبالتالي كيدير اللي جاب ليه الله. اذا باش ما نطولش في هذا الفيديو، هذا كل ما في هذه الحلقه، انتظرونا ان شاء الله في حلقه مقبله ان شاء الله، ولا تنسونا بصالح الدعاء، واتمنى بالتوفيق للفائزين جميعا سواء 2021 ولا 2020 ولا 2022. كمان يحييكم مني لكم كل التقدير والاحترام. سلام عليكم.